السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر اللي معانا النهاردة ويخص الفنان مصطفى خاطر، بس الأول أرجو اشتراك للقناة ونفعل الجرس وندوس لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف تفاصيل الخبر بتقول ايه. قام الفنان الشاب مصطفى خاطر اعتذارا للشعب الكويتي بعد الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الكويتيين، وذلك بسبب ارتداءه حذاء عليه ألوان تتشابه مع ألوان علم دولة الكويت. حيث قال خاطر في فيديو نشره عبر حسابه على الانستجرام: امبارح لقيت هجوم كبير قوي قوي وفظيع من ناس كتير في دولة الكويت الشقيقة، وبيقولوا اني كنت لابس جزمة عليها دولة الكويت. والله العظيم اكتر دولة سافرتها في حياتي الكويت، واكتر بلد ليا اصحاب فيها كتير هي الكويت، وعملت فيها صداقة كتير، وبحب البلد دي جدا، ومش في دماغي ولا قصدي خالص ان الجزمة الوانها تشبه علم الكويت، وان الستايلست اللي هي بتلبسه هي اللي جايباله الجزمة دي، وهو مش في دماغه خالص ان الجزمة دي فيها الوان تشبه علم الكويت. مع كمان ان هو تأسف لدولة الكويت وشعب الكويت. وكان رد الفنان مصطفى خاطر تعليقه على الفيديو وهو بيقول ان انا اسف وده ما كانش مقصود خالص، وبيقول لكل اهل واصحابه واخواته في الكويت: حقوقوا عليا، والله ما مقصود، كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق. وبكده يكون ده الخبر اللي كان معانا النهاردة، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.